في هذا الفيديو سنتحدث عن عدة حقائق عن شركة أواوي. أواوي هي شركة صينية مقرها الرئيسي في شينزن. بدأت أواوي كشركة صغيرة جدا لتصبح واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم بعد 3 عقود، مع أكثر من 170 ألف موظف في 170 دولة مختلفة. استثمرت شركة أواوي معظم أموالها في البحث والتطوير من أجل ابتكار تقنيتها الخاصة بعد الاستحواذ على السوق الصيني. دعونا نذكر عدة حقائق قد تكون لا تعرفها عن هذه الشركة. بدأت شركة أواوي قبل 30 عاما ب14 موظفا فقط، وحققت نجاحا محليا وفي أنحاء العالم. في الواقع كافح رينجي في مؤسس شركة أواوي في البداية في جمع المال المطلوب والبالغ 21 ألف ين، أي بما يعادل 3200 دولار كرأس مال لتأسيس الشركة. قام باقتراض المال من الأقارب والأصدقاء. كان تركيز الشركة في البداية على إنشاء مفاتيح الهاتف، ولكنه توسع فيما بعد ليشمل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية. تعتبر شركة أواوي موظفيها جزءا رئيسا من الشركة، حيث أن كل موظف يملك أسهما في الشركة، وتوزع الأسهم على الموظفين حسب الأداء. تتنافس شركة أواوي مع شركة أبل وسامسونج لاحتلال المراكز الأولى، ففي عام 2015 بلغت مبيعات الشركة 108 مليون جهاز، في عام 2016 بلغت المبيعات أكثر من 140 مليون جهاز، أي بقيمة 26.5 مليار دولار، مما يجعل أواوي العلامة التجارية الأكثر نجاحاً في الصين في العام 2017. أواوي هي أول شركة تقوم بصناعة جهاز يحتوي على 4 كاميرات. هاتف أواوي ميت 10 صاحب ال4 كاميرات، حيث يحتوي على كاميرتين في الأمام وتقدر سعتها ب13 ميجا بكسل، وكاميرتان في الخلف تقدر سعتها ب16 ميجا بكسل، وشاشة عرض كاملة بقياس 5.9 بوصة. أواوي هي أول شركة في الصين تمت الموافقة عليها كمورد لسلسلة فودافون العالمية منذ العام 2004، وتم اختيارهم طبقا لمعايير المورد المناسب لشركة فودافون. قامت أواوي هذا العام بطرح نظام جديد لأجهزتها تحت اسم Harmony OS، والذي بدأوا بتطويره بداية عام 2018، وتم التصريح أيضا بأن النظام مشابه لنظام أندرويد، مع مراعاة فشل نظام ويندوز فون وبلاك بيري وتايزن الخاص بسامسونج. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.